بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذا محرك 5 سلندر في الديزل في الفولكس فاجن، يعني في سيارات الفولكس فاجن ولا الاودي. هذا محرك 5 سلندر اللي هو 5 انجكترات او 5 بيستونات او 5 سلندر يسموه. شنو نوريكم الميسبوا نتاعو، هو الكراج يعني السبته هذه كيفاش تركب. عندنا هي ما فيها شيء، هي فيها بينيون فوق في الاربكام، وهذه بنيون تاع مضخة الماء، وعندنا البولي الوطنية اللي هي تاع الموتور الكبيرة هذه. وعندنا هي هذا المحرك هذا فيه زوز سبت، يعني دوشان كروا، يعني زوز يعني من جهتين، فيه هذا كلاج من جهتين، فيه تعديل المسبوان أو تعديل الكاتينة هذه من جهتين، فيه كاتينة من جهتين، فيه كاتينة صغيرة لمضخة المازوت، وفيه كاتينة كبيرة للمحرك. المحرك هذا معروف 5 سلندر، فما منه 6 سلندر، زاد فما نوع 6 سلندر. هذا فيه كاتينة من الأمام وكاتينة من الخلف، يعني حزام من الأمام وحزام من الخلف، شان كروا من الأمام وشان كروا من الخلف. الخلفية تخدم للمضخة الديزل فقط، تخدم مضخة الديزل فقط، ما عندهاش حتى خدمة أخرى، تشغل مضخة الديزل هذه. هذه مضخة الديزل نتاعها العادية، وفيه منهم كهربائية الكترونيك. التعديل الحزام نتاعهم كيفاش يكون؟ يكون هذه تكون هذه الفوق الكامات الزوز الفوق، وهذه في اول ما بادية في فوق السوباب. هذه شفتوها الخامسة، الاولى تكون الكامات الزوز الفوق زي ما هم، والخامسة تكون اللوطة، هذه الاخر كعبة تكون اللوطة، هذه مستوية هنا تكون اللوطة. وعندها هنا حرف اللي هو في الواحد نتاعها، هذا يكون فما ظفري يمشي مع المكان الوش السلندر هذا، مع الكلاس في المكان هذا. والمضخة عندها حرف هذا كيف عندها، هذه الحرف نتاعها وعندها هذا، شوفوا في المضخة يعني عندها ريبير نقولوا احنا بالفرنسية، عندها حرف، هذه حرف في البنيون القدامية وريبير يعني، وخط هنا في مضخة الديز كما هذه فيها هذا كيف حرف في البنيون هذه للخلفية، وهذه يجي هنا في المكان هذا. هذه ما فيهاش كلافات، والأمامية زاد ما فيهاش كلافات. الإنسان اللي باش يغير السبت هذوما أو يغير الكاتينة يخلي باله من القطعتين هذوما اللي ما فيهمش كلافات، ما يحاولش يحلهم، خليهم كما هم. طبعا في الأمام زاد كيف هذه تقعد ديما فيكس، ما تتحركش ما تمسوهاش. وعندنا طبعا مضخة الماء هذه، وعندنا هنا لوطة فما حرف هنا في البولي هذه لوطة، فما هنا حرف فيه صفر، وهنا حرف زاد كيف فيه شلطة اللي هي تمشي معها. تو ندور شوي نوريكم الكتيبة الموجودة في فوق البولي. دورنا الموتور شوي هيك، ها شفتوها هنا، هذه الحرف هذه زيرو تي معروفة، يعني الفولكسفاجن دي مكتوب فيها الكلمة هذه صفر تي زيرو تي، يمشي مع الحرف هذا اللي موجود هنا في البلاستيك، يعني سهلة. ومن فوق وريتكم أنا كيفاش العملية تصير بالنسبة للمحرك هذا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه جولف كات 1.4، جولف 4 1.4 بنزين إيسونس. شاروك الميزبوان نتاعها يعني كيفاش يتعمل. هي فيها زوز اربركامات، دوز اربركام، وفيها بومبو، وفيها تروا توندور، وفيها بنيون لوط، يعني العملية مش صعيبة برشا. فيها توندور يجي هنا خاص بالشان بالكروا الصغيرة، هذه هي شان كروا، عندنا شان كروا من هنا وعندها شان كروا من هنا، عندها دو شان. بالنسبة للشان كروا الفوقانية اللي هي تركب ما بين الديز اربركام والاربركامات الاثنين، هذه في الريبير نتاعها عندنا زوز بولنات مفتاح 13 بولون دي 8، هذوما نحطوهم هنا ونركبوا الكروان نتاعنا الدخلانيه الشان، ونخلوها كما هما هكاكا باش نكملوا نركبوا اللوطه. هذوما زوز، هذه زوز بولنات هذوما خاصين بالشان الكروات الشان الفوقانيه، وهذه خاصه بالكروات اللوطانيه الشان الكروات اللوطانيه. هذوما عندنا دوز اربركام
عندنا تروا بينيون الفوق وبينيون لوط نتاع نتاع الفيبركان. طبعا بينيون نتاع البومبو هو هذيك ما عندناش حتى مشكله معاه. وعندنا لي طوندور، عندنا فما دي طوندور موبيل ودي طوندور فيكس. بالنسبه للشان الكبيره هذه كرات الشان الكبيره هذه، عندنا البولون هذين نفكسوه هنا، وعندنا البولون هذين نفكسوه هنا اذا كان نحبوا نزيدوا. وعندنا بعد هنا هنا عندنا بنيو، عندنا هنا ريبير صغيره ما تبانش، هي سنه مايله مش ريبير، هي سنه مايله هنا شوفوها، هنا سنه مايله هي مش ريبير، ما جي سنه مايله شويه. فما ناس تاخذ على هذا لا غلطه راهي، هاي شفته هنا فما سنه مايله هاي تجي مع السنه اللي موجوده هنا. عندنا سنه هاي موجوده هنا في الكاش نتاع بومبوي، هذه بلاصه طرمبه الزيت فيها ريبير، هنا فيها سنه، فيها سنه نحطوا السنه هذيك المايله مع السنه هذيك اللي في النقطه نتاع البومبوي. طبعا تكون هذه راكبه، هي بينها البنيوم تبدا راكبه على خاطر لازم تكون فيكس بالكلافيت، على خاطر لازم تكون شاده بالسنون. ونحطوا الكرواتشان نتاعنا توندري تضم زوز فيكس لا محاله ما يتحركوش، وهذو ما عندنا فيهم مفتاح سيبون كي هذا كي هذا، فيهم ريبير وين توصل للريبير قد قد، وهنا عندنا ريبير وين توصل للريبير قد قد منا ولا منا، نسكروا الواحده نتاعنا وندوروا الموتور دورتين ولا ثلاثه حسب يعني دوران الموتور ديما على اليمين، ندوروا الموتور مرتين ولا ثلاثه نعرفوا لي البوان نتاعنا صحيح ولا باس، وقتها نكملوا نسكروا الشان نتاعنا، نكملوا نسكروا الكاش نتاعنا نتاع الكرات شان، ونكملوا نخدموا سيارتنا. إن شاء الله تنفعكم العملية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحد الإخوة طلب مني يعني تعديل حزام أو كلاج أو ميز بوان تاع السيارة هذه 305 بنزينة، هذا موديل تاع السبعينات، سيارات هذوما كانوا موجودين في حتى الثمانين كانوا موجودين يعني بصفة كبيرة، وكانوا سيارات يعني جبارين وممتازين. واحد من الاخوه طلبني في الميزبوا نتاعها الكلاش نتاعها تعديل الحزام، يعني تو باش نوريك كيفاش يعمل تعديل الحزام. هذا هو محركها، محركها مكان معروف، محرك يعني كامل، هو كان يجي يعني حتى من علبة السرعة، منها علبة السرعة منها خزان نتاع زيت، يعني منها بواطة فيتاس منها كارتير، يعني يجي كامل يعني ما كل شيء يعني في قالب بعضه، حتى كان يعني يركب يعني عجينة واحدة يعني مع بعض، موتور وبوات يعني علبة سرعة ومحرك كلهم مع بعض، كان يجي كامل علبة سرعة ومحرك كلهم يعني في مع بعضهم في قدس واحد، يعني كان هذا يعني يعني كان محرك يعني كان يعني نوعية خاصة. وقت يكون راكب السيارة هذا شكله هو، كيف بدأ راكب السيارة هذا شكل متاعه، هذه هنا تلقى الكربيتير وتلقى الغطاء بتاع الريغلاس باب وتلقى المصب نتاع الزيت، هذا الموتور نتاعو يعني هو هذا هو المحرك نتاعها. هذه من هنا، هذه من هنا السلسلة أو الكاتينة أو الشان، هذه هي، وهذه طبعا من فوق الكلبيتار والرومب نرجعو لهم ونعمل عليهم شرح كلهم. هذه الشان ديستريبسيون، هذه الشان اللي هي نسموها الشان نتاع يعني نتاع 305 نتاع 305، سموها الكاتينة وسموها الشان وسموها السلسلة وسموها الحزام، وعندها عدة أسماء. هي تأدي الدور متاعها في تدوير الأربراكام وتشغيل المحرك. عندنا هنا هذه التقسيمة متاعها اللي هي تلقى لما يبيعوها لك السلسلة، يبيعوها لك الشان، يبيعوها لك فيها نكتين من فوق ونكتة من اللوط، تنوري لك هذه هيك تباع فيها خطين من فوق اما ابيض او اصفر او اي لون، وخط اخر من اللوطه، هي تركب في الموديل هذايا بالضبط. طبعا عندك البنيون هذه فيها شلطه، هنا فما شلطه حرف تحط ما بيناتهم السلسله هذه، تجي الحرف قد قد تحط فيه السلسله هذه ما بين الحرفين الخطين هذوما نتاع اللون الزواج او الدهن هذي. بعد ما تحط قبل ما تحط البونات نتاعك هذوما في مكانهم، وتحط الاربكام نتاعك، لان الاربكام ما يركبش الا في مكانه الصحيح، لان البونات نتاعو عنده ثلاثه ما يجوا الا في مكانهم، ما يركبوش يعني عكس بعض. طبعا وتثبت انت تحط الرامب او الكلبيتير على كاتريام، تنوريها لك.
ومن تحت تلقى شلطة واحدة، هاي شفتها شلطة، هذه شلطة واحدة، وتلقى خط هنا نكتة في البنيون الوطنية نتاع الفيبركا، هذه نتاع الكرنك نتاع الكل، فما نكتة وشلطة، هذه بالنسبة للوطن. يعني العملية سهلة ما فيها شيء، فيها حاجتين، فيها نكتة هنا ونكتة الفوق، وخطين الفوق وخط لطن، سهلة العملية. حبيت ننبه بركة فرق قتل على العملية كما هذه، شفت هذه البنيون، هذه راهي مهمة نتاع الديكو، البنيون هذه قبل ما تركبها ثبت في الواحد نتاعها، لازم تكون الكالة هذه الداخل، شفتها هذه الداخل، ويكونوا سنون هذوما متلفتين لليمينك، شفتهم، ما يكونش تركب العكس، تركب معكوسة وبعتلي تعبك ما تدورش الديكو، ما تكمل تلقى روحك عملت حالة فارغة. لازم تثبت قبل ما تركبها هذه، بعد ما تركب البنيون نتاعك والشان، ثبت السنون هذوما يكونوا متلفتين لليمين هكا، والفراغ الكبير من هنا مش من هنا، وتربط على روحك وتعمل الكرون نتاعها. قلنا شفت، قلنا خطين من هنا، بعد ما نركبوا البنيون نتاعنا ونحطوها مكانها نثبتوا فيها، وخطين وخط من اللطن. كما قلت لك البنيون هذه شفتها، لازم السنون يكونوا متلفتين لليمين، توقف قدام السلسله قدام الشان او قدام الكاتينه، لازم السنون هذوما يكونوا متلفتين لليمين، والفراغ هذا يكون داخل مش من برا. طبعا تقدر تعمل البالونسمون نتاعك هنا على الرابع او على الاول، المهم بعد يعني لازم اشوف وين تيح لك الريبير هذيك، تعمل البالونسمون، مش معناتها البالونسمون، مش معناتها التعديل هذا، لازم تكون هذوما الاثنين بالضبط، لا طالعين لا نازلين، الزوز يعني يتحركوا يمين يسار زي بعض، هذاك تسمى بالانسمون، يكون الكامات هذوما الزوز الفوق، وهذوما اثنين لوط، هذوما اثنين يكونوا الفوق وهذوما اثنين يكونوا اللوط، هذاك. ومن بعد تركب البنيون نتاعك والشان بالريبارات اللي وريتهم، ومن بعد تحط الطندور نتاعك، هذي الطندور نتاعك هذي عندك، هذي تدورها بالتونميس، شفتها هذي دورها بالمفك، ودز هذي الفوق وتخليها عاديه، ما تخليهاش مكبوسه برشا، خليها عادية مش مكوسة برشا، تو هي وحدها بعد تخرج، يعني تخلي مسافة زي هذه بالضبط هكا، ترفع هذا شوية بالمفك بالتونيميس وترجع هذه الفوق، شفتوها العلامة نتاعها، ما تخليهاش لوطة، لو تخليها لوطة هي ما تقفلش وحدها، لازم تخليها الفوق باش تقفل وحدها وتولي تطلع وحدها، والطوندير يكون مقبل لوطة، شفتوه هذه يكون لوطة، ما يكونش العكس، لأنه ركب لك العكس، لازم تثبت فيه تحط لوطة. طبعا بعد تركب الواحد نتاعك عاد، تركب القطاع نتاعك وتركب الجمهور كل شيء، وباش ترجع الديكور نتاعك زي ما فهمتك، تخليها كما هي ميز بوان، تخليها الحزام كما هو، السلسله كما هي يعني مكاليه يعني بالضبط ميز بوان او كلاش حزام معدل، وتمشي لجهه الديكور. طبعا بعد ما تكون ركبت في الديكور، ركبت في القطاع نتاع الشان هذايا، القطاع نتاع السلسله، تكون ركبت البنيون هذيك زي ما قلت لك، شفتها السنون نتاعها يكونوا مقبلين شويه هيك الفوق اليمين، وهذه مكان مضخة البنزين، هذه وقت تجي تركب لازم تاخذ احتياطك انك انت باش تركب الديكو بعدها، لازم تحاول تجيب المكان تاع الديكو صحيح على الاول، باش بعد ما يتعبكش في حطان الخيوط نتاع الشماعي نتاع البوجيات، باش كي تركب المكان هذا في الديكو قد تلقاه صحيح، انا هذا المكان هذا الحرف نتاع الديكو تلقاه صحيح، لان كان لقيته مش صحيح باش يتعبك شويه، هو يركب مش ما يركبش، انما باش تقعد تتبع في الخيوط اما كي تجيبها من الاول تحطها من سبوع نتاع صحيح من الاول، يجيك من الاول صحيح وتخدم طول لاباس، يعني ما عندك حتى اشكاليه، كي تحطها دائما مكانها صحيح، تحاول تحط على رقم واحد، لما دامك حطيت البالونس مو على الرابع، تحط الخيط التات نتاع الديكو على رقم واحد، تات نتاع الموزع هذاك نتاع الكهرباء على رقم واحد، تحط هذوما الخيوط على رقم واحد، تشوف رقم واحد وين ماشي، هذا اللي هو رقم واحد، تحط عليه السهم قد اللي هو بتاع القطعة اللي في وسط الديكو هذايا، فما قطعة في وسط الديكو يعرفوها اللي هي يعني روتور هذاك اللي يدور هنا، تحطها على رقم واحد، وتحط الاتجاه نتاع الديكو هكا في الوسع في الوسعة شوية حتى جاي ولا غادي شوية، باش يخليك تعمل افونس وريتا. يعني هذه العملية سهلة، ولي تمشي وبعد تمشي كما تشوف فيه هنا، واحد ثلاثة أربعة اثنين، أنت روحك كدو سهل، بعد ما تكون ركبت هذه الحاجات كلها، طبعا نعطيك بسط على المحرك هذايا، هذا الديكو، هذا الموزع الكهرباء بالخيوط نتاعها، هذوما الشمعات هنا، هذه البوبينة تركب في نفس المحرك البوبينة،
هذه مضخه البنزين تركب من تالي، من تحت تركب البوات، يعني منها خزان بتاع بنزين، منها خزان بتاع زيت، ومنها خزان، منها بوات، منها قلبه سرعه. هذا يفتر الزيت من هنا، حساس الزيت نشوفوه هنا في المكان هذا، هذه تحت تحت الموزع بتاع الكهرباء بالضبط، تلقى مضخه الزيت، مضخه الزيت بتاع المحرك تجي تحت منها بنيونات، اللي هي هذه تجي هيك قطعه، يعني ما تجيش ما تجيش مضخه كما المضخات بتاع السيارات، تجي هيك قطعه وتتركب كلها من بعض من تحت هي، ولا هذا الواحد اللي بيشرك يدور الموزع بتاع الكهرباء اللي فوق ديكو، هذه البنيو اللي باش تدور الديكو نفسها، يعني اللي ما بين الكل او الفيبركان ما بين الكرانك والديكو، هذه باش تعطيه باش تركب في المكان هذا. هذه الحساس نتاع الزيت نتاعها، هذه سوسته وكل الامور كلها بتاع مضخه الزيت، هذه البنيون بتاع مضخه الزيت، هذه المضخه نفسها، هذه المضخه نفسها هي والكاله تركب في في الغطاء بتاع في غطاء بتاع السلسله، تركب في المكان هذا في الغطاء بتاع السلسله، وكل الحاجات هذه تدخل في المكان هذا هنا، هذه كلها مع بعض. هاي هذيك الدوره هذيك تركب في المكان هذا، الدوره اللي قلت لكم عليها مضخه بتاع الزيت تركب في المكان هذا، وتغطي عليها بالغطاء اللي هو وريته لكم، تركب في المكان هذا، هي من تحت الغطاء بكل من اللوطه، القطعتين هذو القطعتين هذو يركبوا في المكان هذاك، قلت لكم عليهم معاهم طبعا الاكسوات والحاجات هذه نتاعهم. هذا المحرك هو هو مفرك، يعني تشوف فيه يعني الـ منه يعني البلاتو والديسك في مكان واحد في الجنب من هنا، حتى الـ يعني المحرك كله في نفس المكان وكله في بعضه داخل بعضه، يعني يعرفوه يسموه يعني محرك داخل بعضه، يعني مش محرك عادي كما المحركات العاديه اللي نشوفوها توا، لا كانت محركات خاصه ماهيش كيف كيف. هذا الامبراج بتاعه اللي هو الكلاتش بتاعه كان يجي كامل فولون موتور وديسكو بلاتو، يعني اسطوانه وبلاتو وهذايا نتاع يعني كان يجي كامل. المحرك هذاك كان موجود في السياره هذه 305، وكان موجود في 304، وكان موجود في 204، يعني كان موجود في عده سيارات المحرك هذاك. المحرك هذا عاش مليح، كان جبار، كان يجري، كان عنده قوه كبيره، وكان يعني تصليحه شويه صعب شويه كومبليكي شويه، انما كان محرك ممتاز. هذا الكربتر نتاعه، يعني عنده كربتر يشبه ال 205 لكن ما يركبش على 205، يعني برشا ناس يركبوا فيها على 205 راهو يمشيش لانه ياكل بنزينه اكثر من اللازم. كانت فيه بومبة المية جاية على جنب، وهذا الامبراج من هنا جاي على جنب، وكانت فيه هذا الكلاش جاي على جنب، وكانت فيه السبتة هذه نتاع المروحة، تشوفها تعمل دورة من هنا لهنا لهنا وتجي للمروحة، شفتوها؟ كانت تعمل دورة كاملة وتجي باش تدور المروحة، هذه مضخة الماء والمروحة تركب هنا. وهذوما كاردونات سميس، كان هذا كان البوريير، كان هذا البلوك من تالي، يعني من الأمام جهة الراديتير. هذه علبة السرعة نتاعها، كانت منها علبة السرعة ومنها خزان تاع زيت، يعني تخدم حاجتين، تخدم خزان تاع زيت وتخدم علبة سرعة، يعني كما موجودة، يعني كانت يعني عاشت بكدا وكانت ممتازة وما فيش حتى مشكلة إشكالية، وكانت تصليحها سهل جدا، يعني ما فيش مشكلة. هذا ما كلهم فيها سانكرو بريمير أولى ثانية ثالثة رابعة، طبعا ما فيهمش خامسة هذوما، والغيار الخلفي يعني ما كانوش حاجة معقدة. ان شاء الله نكون افدتكم بحاجه كما هذه، فيديو كما هذا، ان شاء الله تنفعكم حاجه كما هيك، والسلام عليكم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هذا كلاج او تعديل حزام او ميز بوان نتاع سوزوكي ماروتي 800 900، هذه هي الشان نتاعها، وهذا الطوندر نتاعها، هذه الكاتينا وهذا الدفاف نتاعها. عندنا هذه الكاتينة نتاعها، عندها يعني زوز أماكن تركب فيهم فقط، ما فيهاش مش صعيبة، مش يعني سهلة، أي واحد نجم يركبها، يعني فيها شيء، فيها طوندور وفيها دي بينيون وشان. عندنا في البينيون الفوقاني اللي هو المسنن الفوقاني اللي فوق هذا، فيه سهم هنا في الغطاء، وفيه نكتة أو سهم آخر
في المسنن هذا في البنيون، فلاش الفوق وفلاش لطة، يعني سهل العملية، نحطوا فلاش الفوق وفلاش لطة، هذه من جهة الأربع كام. طبعا ما طبعا بعد ما نكون قد فكينا الغطاء اللي عليها كلها وفكينا البولي متاع السبتة الأمامية، وقتها نقول البنيون متاع الكل متاع الفيبروكاي يعني متاع الكرنك من اللطة، حتى هي نفس الشيء، فيها هي نكتة هنا وفيها سهم، يعني فيها شلطة هنا وفيها سهم زادة كيف كيف. هذه العملية متاع الكاتينة متاع سوزوكي ماروتي. طبعا في النص فما هي اللي هو التوندر الدفاف هذا، اللي هو هذا سهل جدا، ما في شيء، نخفو زوز براغي هذوما زوز بورنات هذوما نخفو وندزو التوندر على جنب، يعني نعملو دزة على جنب كندفوه على جنب، أو فكوه هذاك باش نغيروه فيه الحرف هذا شفتو، ندزوه هكا على جنب على يسار، هو وحده يبعد باش تقدر أنت تنحل الكاتينة متاعك. طبعا بعد ما تدزها تقدر تنحي الكاتينة متاعك من مكانها وتركب الثانية، سهل ما فيش حتى إشكالية، الكاتينة زادة كيف كيف سهلة تنحيها من مكانها وتشوف. إذا كانك أنت جايب كاتينة معاك ومعها التوندر متاعها هذا الدفاف متاعها، تركبها في مكانها هي وتدفف وتعود من جديد نفس اللي عملت الأول، تحط الكرانك أو الفيبروكان في مكانه تثبت فيه، وتحط السبتة متاعك اللي الحزام متاعك هذا السبتة متاعك تحطه في مكانها، وتحط التوندر متاعك زاد في مكانه هذايا، وتربط بشوية يعني تخليهم هذوما مرخوفين شوية، وتدز التوندر شوية على اليمين تو ماش على اليسار، في الفك تدز على اليسار، وفي في الربط تدز على اليمين، تاخذ على اليمين شوية، ما تكبسهاش على الآخر وما تخليهاش مرخوفة على الآخر، يعني خليها نص نص لا فوق لا لط، يعني متوسطة، يعني وقت تمس الكاتينة بصبعك الزوز تحسها مرخوفة. طبعا بعد ما تثبت اللي انت حطيت هذا صحيح وهذاك واللطاني صحيح، في الحالة هذه تدور المحرك دورة كاملة، بعد ما تكمل تدور لازمك تدور المحرك دورة كاملة دورتين او ثلاثة او اربعة، باش تتأكد ان السيباب او الفولفلي ما يمسش في البستون، ما يمسش في البستون، وقتها تسكر على روحك وتخدم سيارتك وتجرب. ان شاء الله تفيدكم حالات كما هذه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه بولو 5 او بولو 5، كيف بولو 5 و 6 و 7 5 و 6 و 7 فيهم يعني شان ديستريبيسيون حديد، سموها شان ديستريبيسيون، هذه اسمها شان ديستريبيسيون، والاخرى كروا ديستريبيسيون، هذه شان ديستريبيسيون والاخرى كروا ديستريبيسيون. عندنا دي بينيون الفوق، عندنا زوز بينيونات الفوق نتاع الاربع كامات الزوز، وعندنا بينيون لوطا زوز حتى هما، واحده للبومباويل واحده للشان للسلسله هذه. بالنسبه للميزبوا عندنا من لوطا اللي هو الكراج نتاعها عندها نكته هنا ونكته هنا، هذه عندنا هذه اربع كام لوطا، هذه زوز نكته، هذا المسبوع نتاعها نكتين، نكته منا ونكته منا، هذا الكلاج نتاع الشان من قدام سهله ما فيها شيء، هذا الفيبروكا، هذا الكل او الكرانك، هذا بينيو نتاع الكرانك وهذا بينيو نتاع اربركا، يعني نكته عن نكته. هذا طبعا وقت اللي كان البيستون الفوق شفنا النكته هذه على النكته هذه، تجي على البيستون الاولاني الفوق هنا، هذه تو هي الفوق، هي اول واحده الفوق اللي موجوده، اول بيستون يجي الفوق، وريت لكم هذا بالنسبه للامام. بالنسبه للاربع كامات نتاع كلا صدام الزوز، المسبوع نتاعهم يجي من تالي، من تالي هيك الجرح هذاك نتاع العاده كيما في كل السيارات، جرح منا جرح منا، نجيبوه مستوي مع الخط هذا، جرح ماشي ظاهر في الفيديو ولا لان مظلم شويه، يجي مستوي مع الخط هذا جرح هذا مظبط. هذه بالنسبة للكراج بتاعها من تالي، يعني عندها دو زار بركا، واحد على اليمين واحد على اليسار. هذه بالنسبة للمسبوع متاع البولو 5 و 6 و 7، يعني بولو 5 و 6 و 7، هذه المسبوع متاعها من تالي في الاربركا. العملية هذه الكلاج مسبوعة تنفعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو باش نركبها هيكل قدامكم.
تبدا من اللوطه كانت حبك هكا وتعديها على الطندر هذا، تكي على الطندر هذا، وبعد تجيبها على المدخل نتاع الماء، وبعد تجيبها من هنا على على البنيون. عمليه سهله ما فيها شيء طبعا، وتكون ريباريت في بلاصتهم، ان انت ما دورتهاش، الموتور قاعد في مكانه. هنا هذه واحده، والاخرى هنا تيتون، هذه تيتون، هذه على الجراح هذا. يعني عمليه سهله. تو باش ندور الطوندير حسب المكان اللي يكون فيه، اللي لازم يكون فيه هذا. دوروه لين يجي في المكان نتاعو اللي هو هنا هذا، شفتوه؟ العكس يجي هكا، دور ديما على اليمين، دور على اليمين كانك تروح. هنا عنده لسان، عنده هنا لسان فلاش قبل فلاش هذا خوه، فلاش قبل خوه، هنا لسان قبل فلاش هذاك، هناك صورة واحد هكاك ولا عادي، لا تخليش يدور منك لما سايس روحك، ما تخليش يدور منك باش ما يغلبكش، اعمل دورة كاملة ولا هكاك مكبوسة برشا. عندنا لسان مقابل لسان، لازم يكون مكبوسة على واحد. هنا شفتوهم لسان، لسان هذا مقابل السق هذاك، ونعمل دورة كاملة للمحرك، شوفوا يعني يدور عادي ولا. دوروه دورتين ثلاثة أربعة هكاكا في الفارغ باش نثبتوا اللي الكلاج نتاعنا والنسبة نتاعنا صحيح ولا هكاكا، يكون لاباس، ورجعوا الغطاء نتاعنا. إن شاء الله تنفعكم حركة هكا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هذايا محرك نتاع رينو 21 أو رينو ترافيك، معروف هذايا المحرك هذايا، معروف يعني من المحركات القديمه اللي في الرينو. باش نعملوا له الكلاج نتاعو او تعديل السبته او يعني الحزام، باش نشوفوا ونعملوا عليها فيديو ونشوفوا التعديل نتاعو. طبعا شحال عندنا هذا قطع كامل، هذا قطع عندنا فيه بولونات أربعة خمسة ولا قداش بولونات، نفكوهم هما والقيد هذايا نتاع الخيوط هذايا، عاملينها باش يحطوا فيه الخيوط باش ما يمسوش في السبته البرانيه. نبدا حل خلي عندنا بونوم هنا وبونوم جنب، ونحطوها حتى هكا على جنب، ولا خلوها حل مغادي كان خيوط مقطع، خيوط مقطع مغادي حلو حطه على جنب. هذا هيك نحطوه هنا على جنب، ونحلو ونفكوا الخيوط البولنات اللي هما تابعين للقطع.
وما كملنا حلينا كلها نجبدوه هذا نفك نحو الغطاء نتاعنا. شنو نقول بعد ما نفك الغطاء نلقوا هذه اللي هي السبتة او الكاتينة او شين كرواء كل واحد كيف يسميها. نلقوا عندها زوز بنيونات هذوما مسننين واحدة هنا كليبرار يعني ندور مضخة الزيت وهذه اللي هنا ندور في الفيلبوكان او الكرانك او الكل. هذا دفاف يعني اللي هو توندير اللي فيها التعديل وهذا فيكس يعني ما يتحركش. هذا متحرك وهذا ثابت. هذوما الحاجات اللي موجودة في عندنا. طبعا بالنسبة للكراج بتاعها او الاماكن اللي نعرف منها مكان التعديل باش ندوروا ونجيبوهم في مكانهم الصحيح. هاي هذا دور باش نعرفوا نجيبوهم في المكان الصحيح. باش نعرفوا نجيبوا مكان الصحيح قبل ما نفكوا عندنا هذوما الاثنين خصوهم اماكن تاعها. نرجعوا الواحدة بتاعنا هيك في مكانها يعني مؤقتا وندور لين يطلعوا لنا هذوما الاثنين. دوري دور ثبت غادي كهنا انت تشوفهم هنا. هاهم شفتم هذه نكته وهذه نكته. شفتم هذه نكته بيضاء وهذه نكته بيضاء. هذوما الاثنين شوفوهم هكاكا نعدوا عليهم بالضبط. هادو عليهم بالضبط هكا زيد شوية زيد شوية لهنا العكس زيد شوية هكا كيف يكفي منا ومنا كيف هاي خلينا نشوفهم. طبعا قلنا ش عندنا هذوما الاثنين اللي هما من الأمام هذوما اللي نتاع مضخة الديزل ونتاع الربركام هذوما حطيناهم في مكانهم من الأمام. هذوما هذه مضخة الديزل وعندنا الربركام هذوما اثنين ظاهرين ومفهومين كما قلنا هذوما اثنين مفهومين من قدام. يعني حتى هنا تلقى ريبير نتاع الترومبه شفتوه هنا الترومبه فما الحرف هذا اللي حتى اللي ما يعرفش فما الحرف هذا شفتوه يقابل الحرف هذا هذه نتاع المضخه نتاع المازوت نتاع الديس فما الحرف هذا يقابل النكته هذه اللي موجوده هنا. يعني سهله العمليه مش صعيبه. بالنسبه للكرانك او الكل عندنا هنا فما حرف هنا شفتوه هنا فما حرف هذا حرف وعندنا هنا صفر عندنا هنا صفر هذا صفر شفتوه صفر هذا صفر وعندنا هنا خط يعني خط حرف نعمل الخط مع الصفر. يعني هذا بالنسبه للكرانك او الكل او الفيبركام من تالي هذا التعديل نتاع الحزام من الخلف هذوما ومن الامام اللي وريتهم لكم في الاول سهل العمليه. أو عندنا خط هنا شتو هذا حتى إذا كان الصفر ما كان عندنا الخط هذا الطويل يقابل الصفر هذا ويقابل الحرف اللي في النص اللي في الفولوموتير اللي هو في المسنن هذا من الخلف. وبالنسبة طبعا يعني مش نوريكم التعديل فقط أنا مش نفك الشان هذه مش نفك الحزام هذا. هو عندنا هذا التوندير هذا اللي هو المتحرك هذا الرمان بلي متحرك وهذا الرمان بلي ثابت. الرمان بلي متحرك فيه زوز بنات شادين يعني زوز براي شادين من هنا واحدة من هنا نرخفوه ونجيبوها على الاخر لهنا باش نحو الحزام وفي التركيب نخلوه مرخوفين ونسيبوه لان هو فيه هنا سستة وفيه بس يعني بستم هو اللي ينزل عليه يدزه من غير ما نقعدوا نعاونوه احنا بيدينا ولا حاجه لا وحده اوتوماتيك فيه هنا سوسته وبسم وحدهم ونخلوها ديما مرخوفه شويه نخلوها ما يكبسوهاش على اخر انت تقطع يعني انت يعني نخلوها مرخوفه شويه نخلوها مرخيه شويه باش هكاك ما تطول في المده نتاع الاستعمال وما تقطعش فيها. تو كيما فكينا الغطاء والواحد نرجعوه ونركبوا على الواحد. طبعا كملنا ركبنا كل شيء من بعد يدور الانسان دوره كامله اختيار فماش حاجه باش يثبت في الحزام نتاعو والشان. ان شاء الله تنفعكم حاجه كما هكا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.